الأولى لمراد من مواليد 16/12/89 بولاية باتنا. كيف دخلت عام التجارة؟ يعني منذ الصغر، منذ مزاولة الدراسة كنت نميل للتجارة، كنت كما نقولوا نبيع ونشري، نظل في الأسواق. بشوي بشوي كي تخرجت من المدرسة وليت حليت حانوت لان في ولاية باتنا، والتعامل بفضل التعامل الجيد مع المواطنين وكما نقولوا الأسعار في متناول الجميع أدى ذلك إلى جلب المواطنين. شعار خلي زوالي يلبس، المعنى تاعو انه خلي ذوي الدخل البسيط وذوي الدخل المحدود انه يقدر يقتني الملابس بسعر بسيط. وكاين بعض التجار الله يهدينا ويهديهم كيما نقولوا في هذا الزمن، في زمن كورونا، استغلوا الفرصه لندرة السلع كيما نقولوا ورفعوا في الاسعار. انا واش درت؟ استغليت الفرصه تاع كورونا هذه، بيسك الناس كاين اللي ماهوش يخدم، كاين اللي ماهوش كيما نقولوا خدام عند الدوله، قلصت من هامش الربح باش نخلي الزوال يلبس. خلي الزوال يلبس هي مبادرة لقناها، المعنى تاعها انه نقدر نخليو الزوال اللي يدخل المحلات تاعنا، المحلات التجارية، يقتني. ما كانش حاجة يسميوها ما يشريش، يشري ما ميكون نقص في السيولة ولا ما عندوش، نتساهلوا معاه. وخلي زوال يلبس لقناها على الجميع، على الجميع، ولقينا كيما نقولوا تعاطف مع المواطنين وعجبتهم هذه المبادره، لانه استطاعوا انهم يقتنوا جميع المتطلبات والمستلزمات باسعار زاهده. زوالي عيش، قلت انا جو ديبلاسي عليه، كنت في قسنطينه، جي باسي لا نوي، ومن بعد قلت اليوم نشوف ندير الاولاد، جبتهم. فينالمون كي شفنا سي دي سي دي سي دي بري شوكي ايفيكتيفمون، بور تروفي ان بول ا 750 دينار ولا اديداس 2000 دينار، ان بونتالون جين 1500 دينار. يعني نقول لك عندك ثلاث اولاد تلبسهم، جيت على حاجه باش نديرهم غير حاجه حاجه. Effectivement, ou la tsabhat, ils ont acheté beaucoup de choses.